اهلا بيكم يا حبايبي مع عمكم نوفل. انا راجل كبير بس بفهم قوي. النهارده قاعد بقلب في التلفزيون سمعت الاستاذ شريف عامر، الواد ده حبيبي قوي، انا بحبك قوي، بس اللي انت بتقوله ده زعلتني منه. ليه بتدافع عن رامز جلال؟ طب ما احنا عارفين ان هو واد غلس وواد رخي وواد تبت، ومش هينفع اقول اكتر من كده. جايب لي واحد عمال يتكلم اسمه مازن الحايك، عمال يدافع برضه، وتقول له هتوقف البرنامج، يقول له لا مش هوقف، تعالوا نشوف. ابدا. هل تشعر في احيان ما انه ربما من الافضل ان نميل قليلا امام العاصفه ام ان نستمر في مواجهتها؟ مش بس نستمر، واجبات ومسؤوليه الاعلام ان يقود الراي العام. نحن لا نميل ولا ننكسر. انت عندك مسؤوليه استاذ شريف تفضلت فيها بمقدمتك الرائعه، باسم الراي العام انت عندك مسؤوليه تطرح كل الامور، تطرح كل القصص وتوصلها للعالم كله. الهي تتشكي في معامعك يا بعيد انت وهو، الهي تتقرص من لبليبك. ايه اللي انت بتقوله ده؟ بتتحدانا يعني؟ طب انا من موقعي هذا بعلم ان انا ضد رامز جلال اهي، واللي مش عاجبه يشد في حواجبه. عشان تشوفوا كل فيديوهاتي بسرعة اعملوا لايك للفيديو وكمان اشتراك على القناة، وكله يفعل الجرس. انا ليلو.